يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندنا رجل صوفي جاهل يعلم بعض أقاربه الأذكار الشركية، مثل يقول له إذا أصبح قل يا رسول الله أدركني ثلاث مرات فإنه لا يصيبك شيء، يقول هل يعتبر هذا من الشرك أم أنه مخطئ بجهله؟ لا شك إن هذا هو الشرك، الذي يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الشرك، فيبين له وينصح عن هذا الشيء. نعم.